ايوه لحزب مستقبل وطن بيتقدم بالشكر والتقدير للشعب المصري الذي خرج بالملايين على مدار يومين متتاليين ليعبر عن إرادته الواعية الحرة مشاركا في انتخابات رئاسة الجمهورية التي تجرى بكل نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل. ويثمن حزب مستقبل الوطن هذه المشاركة القوية للمصريين والتي بلغت حتى صباح اليوم 45% من إجمالي عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين. ويعتبر الحزب أن هذه النسبة تشكل سابقة تاريخية تعبر عن وحدة الشعب المصري في أوقات الأزمات. حفظ الله مصر وشعبها وتحيا مصر. طبعا كلنا بقى تقريبا بنفس الإطار، تنسيقيه شباب الأحزاب وحزب المصريين الأحرار وحزب مستقبل الوطن، تقريبا كلنا كده. كلمة أخيرة توجهها للمواطن. بكرة. بكرة. ينزل. قول رأيك. في 4 مرشحين. اختار ما تشاء. مش عاجبك ابطل صوتك، لكن لازم تنزل. علشان ده حقك ما تفرطش فيه، ما تسيبش غيرك يحدد لك مستقبلك ومصيرك. دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، لك كل الشكر والتقدير ودايما مشرفنا والله. شكرا استاذ. ربنا يخليك. يعني التغطية مستمرة مع حضراتكم ودايما كده انتوا على العين والراس، ولكم منا كل التقدير والاحترام.